معجزة بسيطة من معجزات أهل البيت عليهم السلام حصلت مع ضابط من الدولة العثمانية، والتفاصيل أكثر إن شاء الله بالفيديو اللي راح نستمع. نعم أقول معجزة بسيطة مقارنة بالمعجزات التي يلمسها الشخص المؤمن، الشخص المؤمن يلمسها من أهل البيت عليهم السلام ومن كرامات أهل البيت عليهم السلام. قبل أن نسمع إلى تمام الكلام وهذه القصة التي ينقلها الأخ الخليجي، لنقول أو نقول صلى على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله حتى تحل علينا البركة، لنستمع إلى تمام الكلام وكيف حصلت هذه المعجزة، ونرجع بتعقيب على نقطة مهمة. فخليكم. المهم لا بغى يخطب على المنبر وكذي، يعني الناس المستمعين ما يهتمون له، ما يهتمون حق موضوعه، يعني تلاقي واحد قاعد يضحك ولا قاعد يسولف، المهم الكل ما عنده قبول، فقير ما عنده قبول، المهم يعني ضايق خلقه وحس بتعاسة مو طبيعية. قال أنا بروح أزور جدي علي بن أبي طالب وأطلبه إنه يكون عندي قبول، يعني لما أتكلم مع الناس يكون عندي قبول والناس يحبون محاضراتي. المهم ما أطول لكم السالفة، راح سافر، هو كان بيران سافر راح العراق. طبعا على أيام هذه المسألة على أيام الحكم العثماني، وهو داخل العراق. طبعا هذا سيد معمم، والحكم العثماني تعرفون يعني العثمانية ما يحبون الشيعة. هذا في ضابط عثماني شاف سيد معمم ورايح وتعال وين مولي. المهم بهذل السيد كم سحولة شوي وتلتلة ودفرات المهم ما طول عليكم السالفة، زهق السيد. طبعا عقب ما خلص منه قال له خلاص يلا تبي تروح تزور جدك علي بن ابي طالب يلا. طبعا كلام وصخ وكذي، قال له سوف اشتكيك عن جدي علي بن ابي طالب. قال له ولي روح اشتك، تشتكي ما تشتكي ما يهمني، عاد هامني انا اشتكيت ولا ما اشتكيت. المهم السيد زار وطلب، طبعا تعبان انزين، فطلب ثلاث شغلات من جدي علي بن ابي طالب عليه السلام. قال له يا جدي ابيك تحط فيني القبول وتخلي الناس تحبني وتحب محاضراتي ولي قبول عند المجتمع، وأبي تزوجني زوجة صالحة مؤمنة، وأبيك تنتقم لي من الضابط العثماني اللي بهذل كرامتي وما احترمني لكوني أنا من أحفادك يعني. المهم نام وهو تعبان مسكين من السفر، حط راسه ونام عند الضريح بالضبط. حلم السيد بالحلم إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب جاي له بالحلم. قال أنت شنو طلبت مني؟ قال له أنا طلبت منك ثلاث شغلات، طلبت القبول وطلبت زوجة وطلبت تنتقم لي من الضابط العثماني اللي هاني وبهذلني وبهذل كرامتي. قال له شوف، أما مسألة القبول والزوجة هذولي إن شاء الله الله استجاب لهن، يعني هذولي مو مشكلة، مجابات عند الله سبحانه وتعالى. لكن مسألة الضابط العثماني ما أقدر أسوي له شيء، لأن كفيل الحسين أبا عبد الله عليه السلام. طبعا الإمام علي قال حق السيد قصة الضابط العثماني. هذا الضابط العثماني إخواني كان عطشان، فزوجته جابت له قلاص ماي على أساس يشرب، ما شرب، كان صادف يوم عاشر محرم، فهو تذكر عطش الحسين، قال الآن الحسين عطشان في ميدان المعركة وأنا أتلذذ بالماء أشرب، لا ماني شارب، ما راح أشرب الماء اليوم إلا بعد مغيب الشمس، لما بعد مقتل الإمام الحسين، لما يخلص مقتل الإمام أنا أشرب الماء. طبعا هذه السالفة بينه وبين نفسه، زوجته ما تدري، زوجته الضابط ما حد يدري، عطت الماء حط على الطاولة ما شرب. المهم لما رجع الحين السيد هو راجع بالطريق منه قابله مرة ثانية نفس الضابط العثماني، قال له ها زرت جدك علي بن أبي طالب؟ قال له الحمد لله زرت جدي. قال له شكيتني عن جدك علي؟ قال له نعم شكيتك. قال له طيب شنو قال لك؟ قال لي ما يقدر يسوي لك شيء. قال له شلون ما يقدر يسوي لي شيء؟ قال لي لأن كفيلك الحسين. قال له شلون كفيل الحسين؟ فهمنا الموضوع. قال له في مرة من المرات زوجتك جابت لك ماي وانت عطشان، طبعا قال له السالفة، وانت تركت الماي، قلت انا ما اشرب ماي، واليوم مقتل الحسين يوم عاشر محرم، ما اشرب الماي الا بعد مقتل الامام. الضابط هني يعني تخيلوا اخواني تصرقع، المسألة هذه ما حد يدري فيها يعني، بس هو بينه وبين نفسه والله يدري زين. فالضابط شنو سوى؟ من كثر ما هو يعني
انصدم من المسألة هذه على طول رد يعني صلى على محمد وآل محمد. طبعا إخواني هذه المسألة فيها عبرة، يعني ليش الله سبحانه وتعالى جعل السيد هذا سبب وخلى الضابط نفس الشيء سبب هزأ، على أساس أن السيد يروح يشتكي؟ سبحان الله الحلم هذا صار سبب في هداية هذا الضابط واستبصاره الضابط العثماني. حياكم الله من جديد. أقول باختصار بهذا الموضوع أنه لا تستصغر السبب، لا تستصغر بأن تكون أنت سبب بتشيع دولة، وأقول هذا الشيء وأنا واثق منه، وتأثير الفراشة هو أبسط 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 مثال على ذلك. نعم أقول تأثير الفراشة هنا نعم سبب بسيط، منع الضابط العثماني. أقول من الممكن، أقول لاحظوا عيدوا السيناريو، من الممكن أنه ضابط يؤثر على رئيس وزراء، يؤثر على دولة، يؤثر على مؤسسات دولة، فتصبح هذه أو يصبح هناك تغيير كبير وتغيير ديموغرافي لدولة كاملة بسبب ضابط، بسبب شخص عادي ذهب لزيارة الإمام علي عليه السلام. فلا تستصغروا الأسباب، فقد يكون سبب من الأسباب يعني حكاية وقصة أو قصة عظيمة تكون أنت سببها. فلا تستصغروا الأسباب، وناقشوا وناظروا وروجوا، ويعني هذا الشيء مثل ما قلت من الممكن أنه يؤثر على دول وليس فقط مجرد شيء عابر. أخواني أخواتي تقبلوا تحياتي.